كمان لازم نكون متاكدين ان التارجت بتاع الجهاز الفني طبعا بقياده بيتسو موسيماني هو ان كل لاعب يكون جاهز للمشاركه في اي مهمه يكلف بيها ايا كان نوع المباراه. وانتوا حضراتكم شفتوا بنفسكم يعني لما لعبنا في كاس العالم للانديه خدتوا بالكم اكيد احنا كنا داخلين هذا المعترك واحنا ناقصين كام عنصر مهم، كل العناصر الدوليه المهمه تقريبا ما كانتش موجوده معانا، ومع هذا حققنا انجاز جديد بالفوز بالميداليه البرونزيه للمره الثانيه على التوالي وللمره الثالثه في تاريخ النادي الاهلي، وحاجه كانت زي الفل. يعني اكيد بنتمنى كلنا التوفيق لكل اللعيبه، ويعني تاني بص عشان بنقفل بقى الصفحه دي لان فعلا ساعات كتير حتى الكلام بيفقد معناه لما يكون الموضوع حتى مش منطقي. مع انا بتفق معاك، بس هرجع اقول تاني يعني احنا عارفين جماهير الاهلي ده مش اسلوبهم ودي مش طريقتهم، فعشان كده احنا بنحضر بس او بنحاول ان احنا ندي رسائل ان نخلي بالنا لان مش كل اللي بيكتب على السوشيال ميديا او حتى الاراء بتكون اراء سليمه او خارجه اصلا من جماهير النادي الاهلي، ما هي دي النقطه يا كريم، فخلي بالنا بس.